كثير ناس طلبوا مني أعملهم فيديو. أنا سبق وعملت فيديو، بس خلينا نحكي بالتفاصيل. إذا لدغتك أفعى ماذا تفعل؟ يعني إذا قرصتك حية شو تعمل؟ حكيت من المعروف والدارج عنا إنه إذا قرصتك حية إنه تربط محل القرصة سواء بالإيد أو بالإجر أو بالإصبع، أو تجرح أو تشفط. حكيت الحكي تاعي أنا مش ملزم بتاتا يعني، بس أنا بقول اللي عندي اللي أنا بعرف. طبعا أنا من سنين تبعت معظم الناس اللي لدغتهم أفعل، معظمهم تبعتهم. طبعا اللي بتقر صحية برن عليه بسأله شو صار، ربطت ما ربطتش، بجيبه عندي هان بقعد بسمع القصة بشوف. معظم اللي ربطوا محل القرصة أو كل ورا القرصة تضرروا أكثر من اللي ما ربطوش، واللي جرحوا تضرروا أكثر. ليش؟ لأنه أنت لما بتربط وبتضغط على الدم وبحشر الدم مع السم، أول إشي ممكن تتسبب لك بتر، وهي صارت لا سمح الله. اثنين، في النهاية ما بقدر ضربة إيدك، بدك تفك، راح يتضفك السم مرة واحدة يفوت جسمك، هذا ممكن يشكل عليك خطر بما إنه بفوت مرة واحدة. حكيت أنا من اللي تبعت القرصات واللدغات هاي إنه أفضل حل إذا قرصتك حية لا سمح الله، طبعا اللي بيعرف إنه الحية غير سامة إشي طبيعي عادي، اللي ما بيعرف من نتعامل مع الأفعى إنها سامة. قرصتك حية سامة، أول إشي حاول إنك ما تنفعلش، حاول إنك ما ترتبكش لأن هذا بيعمل لك ضربات قلب. اثنين، لا تتحرك، تمشيش حتى لو السيارة بعيدة عنك 10 متر، حاول إنك ما تمشي. ثلاث، إذا كانت القرصة بإيدك اعمل إيدك بس بالشكل هذا، لأنه هنا في شريان بيضغط على الإيد بيخفف من تدفق الدم. اقعد ارتاح بالشكل هذا وبتمد إجريك هيك، تقعد ترتاح بتمد إجريك بتركز، بتأخذ نفس طويل بتريح حالك، ما تمشي، بتخلي إذا في حدا يحملك ويشيلك بالسيارة. ليش؟ لأنه كل حركة أنت بتعملها بتزيد ضربات القلب. ثلاث، إذا في حدا يجيب لك مي باردة متلجة، ضلك دير مكان اللدغة بشكل خفيف، مي باردة، حتى لو كنت في الطريق توفر مي، ضلك دير مي باردة. فيش حدا يساعدك، انت في منطقة مضطر انك تمشي، بتحاول تمشي قدر الامكان، معك تليفون بتتصل، شايف، بتحاول حدا يجيك يحملك حمل. لا تمشي بتاتا، تمشيش. بعدين ما تحكيش، حاول انك حتى الحكي ما تحكيش بتاتا، حاول انك تخفف من الحكي عبين ما تصل المستشفى. جرح ما تجرح على الفاضي، السم لزج بفوت جوا، لو جرحت بصير يطلع الدم وبصير الدورة الدموية تقلب، بصير يفوت دم تاني يضرب بالسم ويفوت جوا ينشف. قبل سنتين في احدى القرى عنا بنت قرصتها حية بإجرها، فراح طبيب عيادة جرح البنت، دخلت البنت في خطورة وفي غيبوبة، وتم تحويلها من مستشفى رام الله لمستشفى هداسة بسبب انه جرح لها اجرها. ممنوع الجرح بتاتا. اثنين، اذا كانت القرصة بالاجر بدك تتعامل نفس القصة، بتقعد بالشكل اللي انا جلست فيه وبتعمل اجرك هيك، بتعمل اجرك هيك ومي باردة. طبعا معظم اللدغات هي بتكون بالاصبع بالايد بالاجر، معظمها كلها، وبتدير المي الباردة حتى تصل المستشفى.
شفط لا تشفط، لانه لو عصيت انت وشفطت ممكن يطلع مع الدم سم خفيف، يعني مش حيطلع سم كله، لانه السم لزج جدا وتكيل. اذا اجى السم على اللعاب في التم تحت لسان، يعني في عندك ناس بيستعملوا دواء الضغط تحت لسان بيجاوب معهم بسرعة، ليش؟ لانه بيمشي السم في بسموها الغدة، بعرف شو، وبينشر وممكن ينزل السم على القلب وبتتسمم، فما تشفط بتاتا. في النهاية بدك تروح على المستشفى وتأخذ المصل المضاد، أهم إشي إذا كانت الأفعى سامة، وإذا غير سامة ما بلزم مصل. وأتمنى السلامة للجميع.